تشير دراسة من مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا في نيويورك إلى أنه لا توجد علاقة بين الضغط النفسي الناجم عن الوباء أو التعرض لفيروس كورونا أثناء الحمل وتزايد حالات التوحد لدى الأطفال. أظهرت أبحاث إيرلندية أجريت على حوالي 5000 شاب بالغ أن واحداً من كل 5 أبلغ عن تشخيص بمشكلة صحية عقلية مثل الاكتئاب أو القلق، كما وجد أن هؤلاء الشباب أكثر عرضة للتدخين بنسبة 57% والتدخين الإلكتروني بنسبة 40% مقارنة بأقرانهم الذين لم يتم تشخيصهم نفسياً. أظهرت دراسة هندية أن فقدان حاسة الشم خلال كورونا يرتبط بتغيرات في وظائف الدماغ والبنية الجسدية أثناء التعافي. وفقاً للدراسة، يستهدف فيروس كورونا الخلايا العصبية الشمية في الجزء العلوي من تجويف الأنف، ما يؤدي إلى فقدان الشم. ممارسة الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع فقط كافية لتقليل خطر الإصابة بأكثر من 200 حالة صحية، بما في ذلك أمراض القلب واضطرابات المزاج والسمنة. وفقاً لدراسة شملت 90,000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، وتشير النتائج إلى أن كمية التمارين الإجمالية أهم من توزيعها يومياً. العيش مع كلب خلال الطفولة أو المراهقة قد يعزز صحة الأمعاء ويقلل من خطر الإصابة بمرض كرون، وفقاً لدراسة أمريكية. تسلط النتائج الضوء على تأثير العوامل البيئية في ظهور هذا المرض وتوجيه استراتيجيات الوقاية المستقبلية، ما يفتح المجال لمزيد من البحث في هذا المجال.